مرحبا، هذه حلقة خاصة للنساء تتعلق بالماء الساخن والحيض الشهرية للنساء. من المعروف بأن ما يؤثر على النساء بنسبة يعني تدفق هذه الدورة يعني تتم بشكل منتظم، يفترض طبعا تتم شهريا، طبعا تقريبا كل 28 يوم. لما طبعا العامل الرئيسي هو وجود الماء والطاقة، وبالتالي الكون بلازما الدم يمثل تقريبا 92% ماء، فلما يحصل نقص كمية الماء في بلازما الدم يؤثر على جريان الدم ويؤثر على دورة الشهرية الحيض يعني الشهري لدى النساء. فبالتالي المواظبة على البرنامج خاصة طريقة الأول مع ساخن أو بشكل يومي يساعد على مواظبة كمية الماء في الدم، ويساعد على الكلية في تصفية الدم بشكل سليم. وبالتالي كما ذكر الدكتور باتمانجليجي، عندما نتناول كاس ماء وتحشير إلى ماء تقوم الغدة بإفراز الهرمون. فطبعا هنا في دور مهم جدا يتعلق بالاستروجين، بالبروجسترون يتعلق لهرمونات النساء، فحتى يعيد توازن هذه الهرمونات ويساعد على الحفاظ على كمية الماء، وأيضا يساعد على الدورة الشهرية بشكل منتظم، لأن وجود الطاقة انتقال الطاقة من الماء الساخن إلى بلازما الدم عن طريق تغذية الخلايا بالماء، وهي الطريقة الأفضل والأمثل. لا توجد طريقة أخرى في تغذية الجسم بالطاقة عن طريق تغذية خلايا بالماء. طبعا الرياضة، تمارين رياضية والتمثيل الغذائي مفيد، لكن على حساب كمية الماء التي في جسمه، أي يحصل جفاف في من الماء من السوائل في جسمه. بالتالي هذه المشكلة ممكن تنتهي لدى النساء، ويعيد تنظيم الدورة الشهرية أو الحيض الشهري لدى النساء بشكل منتظم وطبيعي، لكن تكون في بداية طبعا عملية التخلص من السموم، عملية إفراز المخلفات الأطعمة بشكل سريع، وهذا طبعا لا خوف من ذلك، هذه فقط في فترة بداية يعني بدأ هذا البرنامج الماء الساخن، ولكن بعد ذلك ينتظم ويصبح منتظم وتعدل كل بشكل طبيعي. ونسأل الله تعالى لكم الصحة والعافية والعمر المديد، وتستمتعون بالصحة والعافية. بارك الله فيكم.